مظاهرات كتيرة قوي بنشوفها وبنتابعها خرجت في عدد كبير من العواصم الأوروبية والغربية بترفض الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة. المظاهرات دي بتطالب بوقف فوري لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن. خلينا نشوف دلوقتي آخر التطورات الخاصة بالمظاهرات اللي خرجت في الولايات المتحدة وبريطانيا. موجة غضب شهدتها العديد من المدن الأمريكية والأوروبية مع تنظيم التظاهرات التي ضمت الآلاف من المواطنين والنشطاء الحقوقيين، حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تظاهرات رافضة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والدعوة إلى وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن في قطاع غزة. ومن الملفت للانتباه أن المظاهرات جاءت تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمدينة شيكاغو بولاية إلينوي، وحاولت الشرطة تعطيل وصول المتظاهرين الذين رفعوا العلم الفلسطيني إلى مكان تواجد الرئيس بايدن لإيصال صوتهم إلى الإدارة الأمريكية ورفضهم لهذا العدوان الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. كما خرجت مظاهرات في العاصمة الصربية بلغراد ومدن أخرى تنديداً بالعدوان الإسرائيلي، وشهدت مدينة نوفي بازار مظاهرة حاشدة شارك فيها حوالي 30 ألف مواطن دعماً لنضال الشعب الفلسطيني. وفي إنجلترا شهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرة داعمة للفلسطينيين شارك فيها مئات الآلاف، وذلك على الرغم من انتقادات رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وصفها بأنها لا تنم عن الاحترام في يوم الهدنة الخاص بالحرب العالمية الأولى. وحيث تحتفل بريطانيا بما يسمى بيوم الهدنة، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى تكريماً لذكرى قدامى المحاربين. وفي إسبانيا أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا أهمية فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب ممارستها الإبادة الجماعية. وطلبت الوزيرة أيضاً بفرض عقوبات اقتصادية على بنيامين نتنياهو وقيادته السياسية وتقديمه للمحاكمة أمام الجنائية الدولية. غالبية المظاهرات اللي حضراتكم شفتوها وتابعتوها دلوقتي من خلال هذا التقرير، إن لم يكن كل هذه المظاهرات هي خرجت فقط من دوافع إنسانية، لأنه طبعا بكل تأكيد هم لا يعلموا جيدا عن القضية ويعلموا أن فلسطين بالفعل هم أصحاب هذه الأرض وهم أصحاب الحق.